بصوا يا جماعة، ده شكل الفستان في الآخر خالص، اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. أهم حاجة بس اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا أجمل جمهور في الدنيا، في أمان الله. مع تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة رجعنا يا جماعة مع بعض بفستان خروج، وكمان مش فستان خروج بس، لا ده كمان ينفع انه يبقى خروج، وينفع يبقى سواريه، وينفع يبقى بيت، يعني ينفع في 3 أماكن. أهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وانك تتفرجي من الأول لحد الآخر، واهم من كل ده انك تشاركي الفيديو ده مع اصدقائك عشان خاطر الناس كتيره قوي تستفاد من الفيديو ده. واهم من كل الفيديو، اهم من كل اللي فات ده، الصلاه على سيدنا النبي. من صلى عليا مره صليت عليا 10، من صلى عليا 10 صليت عليا 100، ومن صلى عليا 100 صليت عليا 1000، ومن صلى عليا 1000 حرم جسده على النار. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل الفستان بصوره سهله وبسيطه قوي، وما تنسيش اللايك والتعليق تاني يا ومشاركة جماعة مع مع بعض، أصدقائك. وهنبدأ نعمل فستان بس بصورة سهلة وبسيطة قوي. الفستان ده فستان خروج، يلا بينا نعمله بشكل سهل وبسيط. بصوا بقى دلوقتي معايا البطرون الأساسي، وهتلاقيه تحت في صندوق الوصف. لو عايزة تتواصلي معايا هتلاقي الجروب كمان بتاع الواتساب، وهتلاقي كمان الايميلات الشخصية بتاعتي وصفحة الفيسبوك اسمها تعليم الخياطة مع مريم أحمد. بصوا بقى دلوقتي البطرون الأساسي أهو بصورة سهلة وبسيطة قوي، هنبدأ نعمل عليه التعديلات بتاعتنا. اول تعديل هنعمله بقى ايه يا جماعة؟ اول تعديل هنعمله كده هو الكب. طب يا مريم ازاي اعمل الكب وانا لسه مبتدئة، واعمله كمان من الباترون الاساسي؟ هقولك ازاي. بصي بقى، هنيجي من هنا 9 سنتي كده، الخط ده اللي انا قسته ده بتاع حردة الجيرو ده 9 سنتي. الخط ده بنعمل منه الحردة القبط بتاعتنا، وبيجي من الكتف، وبنروح نازلين بيه ايه على دوران الصدر. تمام، الخط ده زي ما اتفقنا قد ايه بالظبط؟ 9 سنتي طوله. هنبدأ ان احنا ننصفه، وبعدين نبدأ ان احنا نيجي كده بالشكل ده اهو، ونعمل خط. الخط ده للخلف تمام، والخط ده للأمام. الكب ده يعني ده خلف، ده للخلف، وده للأمام تمام. طيب دلوقتي بقى هنبدأ واحدة واحدة كده، صلي بس على سيدنا النبي. وهنبدأ يا جماعة ان احنا نقص واحدة واحدة اهو، لحظة واحدة يا جماعة. الموضوع سهل وبسيط قوي ومفهوش اي حاجة. طبعا ده بالنسبة للفستان، الفستان جميل جدا سهل قوي اهو. بصوا بقى هنبدأ من القب الاول بتاعنا، وبعد كده هنبدأ ناخد ايه الخلف لوحده اهو بالشكل ده كده اهو، شايفة ازاي؟ طب كده احنا عملنا الامام، نبدأ نعمل بقى القب بتاعنا اهو بالظبط كده اهو، ادي الخط بتاعه اهو بالشكل ده. نركن الحاجات دي كلها كده على جنب، هوريكي شكله. لحظة واحدة، ده الخلف، ده الامام، ادي الامام اهو في القب تمام. طيب يا مريم لو انا عايزة اعمل بنسة، ده طبعا شرحته قبل كده، بس التفصيل الموجودة معانا النهاردة مفيهاش اي بنسة، لان الفستان ده ممكن تلبسيه خروج وتحتيه بودي جميل قوي، وممكن كمان تلبسيه في البيت تبقى زي جلابيه بيتي تمام. لحظه واحده بقى نجيب الدبسه كده بتاعتنا، ونبدا ندبس، بس نظبط حرده القبط مع حرده القبط دي اهي، ونبدا ندبس كده اهو كده بالشكل ده. لحظه واحده طبعا اهي، بصوا بالطريقه دي تمام، شايفه ازاي؟ طيب دلوقتي بعد ما عملت الطريقه دي، هبدا بقى ان انا اعمل الكم بتاعي. الكم بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن قطعه القماش اللي انا هعملها كم، بس مش هعمل لها اي حردات خالص، وهبدا ان انا اعملها كده مربعه عاديه خالص، وهبدا ان انا اقسمها نصين، هقسمها من هنا نصين. طب وبعد ما اقسمها يا مريم هعمل ايه تاني؟ هبدا ان انا احطها بنفس طولها ده، عشان كاني بعوض الكتف بتاعي اللي انا ايه شلته اهو بالشكل ده كده. لحظه واحده بس عشان هقدر اثبته اهو بالشكل ده، شايفه ازاي؟ بالطريقه دي. تعالي بس هنا كده عشان ندبسه في بعضه، ونمسك الخلف معاه، ونمسك الامام، ونمسك كل حاجه مع بعض اهو. لحظه واحده بس اهو كده. انا بصوا ماسكينه ازاي، ماسكاه بنشوفيه شويه عشان خاطر يثبت معايا اهو. وبعدين هبدأ ان انا اعمل الناحية التانية
الموضوع طبعا يا جماعه سهل، ما فيهوش اي حاجه وبسيط قوي اهو. وهبدا ان انا اعمل الناحيه الثانيه كده، وابدا بس ان انا امسك كده واثبت واحده واحده، همسك كده واثبت واحده واحده، لحظه واحده هثبت هنا كده اهو كده، واثبت هنا اهو. استنيني بس بقى كده، لا مش هتيجي من هنا، تعالي نجيبها من هنا عاديه خالص زي ما احنا عملناها من هنا اهو كده. تمام كده، تمام. طيب دلوقتي عملنا الكم بتاعنا، ناقص بقى ان احنا نعمل ايه تاني يا مريم؟ ناقص ان انا اعمل الجيبه بتاعه الفستان بتاعي. الجيبه بتاعه الفستان بتاعي عباره عن جيبه فيها ايه، كسرات او كشكشه على حسب ما انت حابه تعملي، كسرات او كشكشه، بس انا حابه ان انا اعمل كشكشه. تمام، هبدا ان انا اثبت الدباسه بتاعتي كده، وهبدا ان انا اعمل كده بقى واسيب، وهبدا ان انا اعمل كده اهو. بصوا لحظه واحده اهي، الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. لحظه واحده، هي إيه حبه تقع، هي إيه الدبسه نفسها حبه تقع. استنوا بينا بقى ايه، خلونا نقلبها كده باي وضعيه من الوضعيات ديت. بس انا ما تنسوش يا جماعه اللايك الجميل والتعليق الاجمل عشان نستمر في الاحسن والاحسن ان شاء الله، ونعمل على طول الفساتين ونعمل التفصيلات الجديده والحديثه معانا على قناه تعليم الخياطه مع مريم احمد. لا دبستها، بس دبست القطعه دي، لحظه واحده كده. تمام، هبدا اشوف دوران الوسط بقى معايا، دوران الوسط فيه هنا الزياده دي، وهبدا اخد الزياده دي بقى واعملها قصره كبيره قوي قوي كده اهو، قصره كبيره كده اهو. كسرات طبعا انا عاملاها عشوائيه لان الفستان نفسه معمول فيه كشكشه، تمام، بس هي عشوائيا يعني. وهبدا بقى ان انا ايه ادبس، لحظه واحده، الفستان في بعضه. لا استنيه بقى كده عشان خاطر ايه اشوف المستوى بتاعها. دبستها واحده تانية اهي. وبالنسبه للاخيره دي هنضمها كده، هنضمها كده اهو، ونشقلبها كده لحظه واحده بس اهي كده، وهنبدا ان احنا ندبسها. تمام، طيب بعد كده يا مريم هنعمل ايه بقى؟ استنيني بقى عشان ندبسها من هنا كويس قوي، لان واضح ان هي ما جاتش. تعالي بينا ندبسها. بعد كده ناقص ايه بقى يا مريم؟ هبدا ان انا افرد، وهوريكي شكل الفستان في الاخر اتعمل ازاي. نفس الصوره، نفس الشكل، نفس كل حاجه، مفيش اي فرق خالص. لحظه واحده بس عشان اوريكي الفستان، ثانيه واحده. بصوا يا جماعه ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بنفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. اهم حاجه بس اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد، يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك. كل اللي عليكي تتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني الفكره تعجبك قوي قوي. واهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك عشان خاطر الفيديو ده يوصل وناس كتير تتفرج عليه، ويا ريت المشاركه مع اصدقائك. بصوا يا جماعه الفستان اتعمل ازاي، يا ريت المشاركه مع اصدقائك عشان خاطر الناس كتيره قوي يوصلها الفيديو ده، وناس كتيره قوي تشوف الفيديو وتستفاد منه. كل سنه وانتم طيبين في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد.